كل حاجة في الدنيا كلمة سر، لو عرفتها تعرف كل التفاصيل وما يغيبش عنك حاجة أبدا. وكلمة السر اللي وراها كل مستخبي في البلد دي هي ستاتها. ستات مصر عنوان كل نجاح ودليل وعون وسند لكل رحلة كفاح. هنقول مين ولا مين ولا مين؟ في الفن الست أم كلثوم ولا نجاة ولا فايزة أحمد ولا سعاد حسني، في الرياضة فريال أشرف، نور الشربيني، ملك حمزة، دكتورة فكيها هيكل، إلهام محمود سيدة البحار، أميرة الديب. لو عايزين هنقول كتير كتير. أحكي لكم على الدكتورة نيفين يوسف ولا الدكتورة مايا مرسي. النهاردة احنا هنقول لكم ونحكي لكم ونتكلم معاكم عن الدكتورة مايا مرسي، ست من سيدات مصر الناجحات. مش بس ناجحة، دي شايلة كمان على كتفها نجاح كل ست في مصر. احنا فين؟ ايوة انا نسيت احكي لكم، احنا في المجلس القومي للمرأة، جينا عشان نعرف دوره وازاي بيخدم كل راجل وكل ست في مصر. بس قبل ما نحكي عن المجلس القومي للمرأة، تعالوا نعرف مين هي مايا مرسي. احنا النهاردة في المجلس القومي للمرأة، مش انا قلت لكم احنا عندنا مفاجأة؟ احنا في المجلس القومي للمرأة وفي ضيافة الصديقة العزيزة الأستاذة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة. المجلس القومي للمرأة، ها، واخدين بالكم؟ مواضيع ومناقشات واختلافات وحكايات وستات وحملات، كله اهو تات 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 تات، ايه نون النسوة او تاء التأنيث، كله النهاردة في المجلس القومي للمرأة. اسمحوا لي ارحب، ولو انه احنا في بيتها وفي ضيافتها، لكن اسمحوا لي ارحب بالاستاذة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة. دكتورة مساء الخير. اهلا وسهلا. اولا احنا بنشكر، انا اللي رحب بيكي، ده بيتك. ميرسي يا حبيبتي. احنا اولا بنشكر حضرتك على استضافتنا، وبنشكر حضرتك على الوقت الجميل اللي هنقضيه مع بعض. ولازم اقول لك ان في ستات كتير قوي لما عرفت ان انا هقابل حضرتك حملوني بالتحيه وبالمحبه وبالاحلام وبالامنيات.
فاحنا بنشكرك ونبتدي اول لقائنا اول مبروك على تفويضك لرئاسه المجلس الاعلى لمنظمه المراه العربيه. الف مبروك يا دكتوره. مبروك لمصر استاذه اميره. ده المجلس الاعلى للمراه لمده سنتين هتبقى بترقصه مصر، وانا يشرفني ان انا اكون ممثل مصر. انتي والمجلس القومي للمراه مشرفين مصر ومشرفين المراه المصريه في كل حته. اشكرك يا فندم، اشكرك. طيب نبتدي بالبلدي كده بقى عشان نقول هو يعني ايه المجلس القومي للمراه. يمكن سؤال ساذج بس خلينا نسمع من حضرتك ايه حكايه المجلس القومي للمراه، ايه هو المجلس القومي للمراه؟ خليني هجاوبك اجابتين. الاجابه السهله هو احنا بنعتبره بيت للمرأة المصرية، يعني بيتها، فبيتها معها اخواتها معها اختها معها اصدقائها، بيت، فبتلجأ ليه المرأة اللي في احتياج ايا كان، سواء حلم او مبادرة او مساندة، فاحنا بيتها. المفردات الرسمية هو الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة في مصر طبقا للاتفاقيات الدولية اللي وقعت عليها مصر، وإحنا من أقدم الآليات أو المجالس القومية في العالم العربي. أنشئ المجلس سنة 2000 كان بقرار من السيد الرئيس في هذا الوقت، وتم العمل بالمجلس مع سيدات يعني كثيرات في السنوات الماضية إلى أن حصل نوع من تقنين وضع المجلس القومي للمرأة في عام 2018، فأصبح العمل في إطار قانون وليس فقط قرار من رئيس الجمهورية. حضرتك ساعتها بقيتي رئيسة المجلس. 2016 جيت رئيسة المجلس القومي بالانتخاب ساعتها. بالانتخاب. أنا هأجل أسئلتي عن إحساسك في الموضوع ده والمسؤولية شوية، إنما خلينا نقول المجلس القومي للمرأة يمثل المرأة المصرية في المحافل الدولية. صحيح. انا كواحدة ست ببقى قاعدة على الكنبة بلاقي الدكتورة مايا مرسي بتتكلم في جنيف في حقوق الانسان، تكلمينا عن ايه في هذا التمثيل؟ اولا هي مسؤولية كبيرة جدا، ولكن تواجد المجلس القومي للمرأة او صوت مصر في المحافل الدولية في ملف المرأة بصفة يعني كبيرة مهم جدا. كتير من الدول بتنتهج نفس النهج بتاعنا، بيقولوا هنشوف مصر هتقول ايه فنشتغل معاها او نساندها او ندخل في نفس الاطار. صوتنا الحمد لله في كافة المحافل الدولية، سواء مجلس حقوق الانسان في جنيف او اليات لجنة المرأة في نيويورك، التعاون الاسلامي في جدة، او كمان منظمة المرأة العربية في مصر، او منظمه تنميه المراه التابعه للتعاون الاسلامي. مصر متواجده بقوه في كل اليات الدوليه الاسلاميه العربيه، وده دي مصر يعني دي مصر ما فيش حاجه جديده، ولكن الحمد لله استمرار هذا الدور كان امر مهم جدا. هل تشعري ان في تربص احيانا بمصر في قضايا المراه، فلما بتروحي تتكلمي بتنوري كده؟ ف اكيد في تربص. اكيد في تربص، والتربص بيحصل من كافه الجهات. انت كل ما ننجح على فكره، اكتشفت ان يعني ان انا اشتغلت كتير في الامم المتحده، انا يعني فوق ال 23 سنه، كتير قوي بنبقى بنشوف الدول اللي بتنجح، ايه المبادرات، ايه النجاحات اللي نقدر ننقلها خبرات لدول اخرى. فكل ما تنجحي يا اميره، كل ما ننجح على مستوى ملف إنجاز هتلاقي التربص داخلي وخارجي. احنا ما بنبصش لده خالص. الملفات الناجحة بتفضل ملفات ناجحة. احنا الحمد لله عندنا إرادة سياسية حقيقية طول عم، وانت عارفة من كنت بتشتغلي معنا في نفس الملفات دي، كنا دايما نقول ايه، نحلم بإرادة سياسية تقود عمل المرأة أو تفتح الأبواب للمرأة، تفتح سكة. النهاردة احنا بنقول لا، احنا عندنا إرادة سياسية حقيقية، لأن الإنجازات اللي حصلت في الفترة اللي فاتت مش إرادة سياسية أو مش بروباجندا، مش شعار نظري. الإرادة السياسية اللي وجدت في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من لحظة ما مسك الحكم أو الرئاسة المصرية بتتنفس، بنشوفها، بنحلم بيها، بنشوف الحلم حقيقة، بنشوف أبواب فتحت، بنشوف مراكز خدناها ما خدناهاش. طبعا ده كل ما تقفلي
باب كان العالم بيطالبك بيقولك اللهم ليه مش موجودين في الاماكن ده، كانوا بيقعدوا يشتغلوا وورك شوبس وندوات ومش عارف ايه. طب خلصنا على فكره ايه طب عايزين حد يقول لنا برافو، عايزين حد يطلع يقول لا ده الدوله ديت بتنجز فعلا. انما احنا بنشتغل الملف بقوه ماشي بقياده واراده سياسيه. دايما اقول اراده سياسيه حقيقيه، وهذا العصر اذا في رونق او نجاح للمراه المصريه فهو العصر الذهبي للمراه المصريه. هنتكلم. ما بنقدرش نقول ان الاحلام، خلي بالك بس دي نقطه مهمه، انا مش بحب ان نقول عصر ذهبي معناه ان احنا احلامنا كلها خلصت، لا ده احنا لسه عايزين احلام اكتر. حلم كبير، حلم كبير جدا. بس انا خليني في هذه المناسبه احيي حضرتك، لان انا كجمهور بتابع مشاركه الدكتوره مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمراه في المحافل الدوليه، ببقى شايفه لما بتبداي الكلام احيانا بعض النظرات بيبقى فيها كده ها بقى وروني، وبعدين لما بتخلصي كلام بلاقي القاعه شكلها اتغير، لانه حضرتك ما بتطلعيش تقولي حيث ان، ما بتقولي بالارقام بالحقائق واحد اتنين. فانا باسمي وباسم كل الستات اللي اتنصفنا، اصل كلمه الانصاف دي يعني عظيمه، احنا بنحيي حضرتك وبنحيي المجلس القومي للمرأة. يحتفل العالم هذا العام بمرور 75 عاماً على إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونجد رسالة الإسلام قد أقرت تلك الحقوق قبل ذلك التاريخ ب14 قرناً، حيث أقر الإسلام الكرامة والحرية والعدل والمساواة بلا تفرقة أو تمييز. وللمصادفة الغريبة في هذا السياق إن هذا الاحتفال يتزامن أيضاً مع مرور 75 عاماً على كفاح شعب فلسطين الحبيبة ومعاناته مع الاحتلال. حقا يا لها من مصادفة، فكيف للعالم أن يحتفل بحقوق الإنسان في الوقت الذي يعاني فيه شعب كامل صاحب حق وصاحب أرض وصاحب قضية من انتهاكات لحقوقه الإنسانية؟ فما هي حقوق الإنسان التي يحتفل بها العالم إذن؟ هل لها شروط أم إنها مطلقة لا تخضع لإزدواجية المعايير؟ فها هي حقوق المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، نجد خياراتها جميعها مرة، فهي مخيرة بين الموت أو استشهاد فلذات أكبادها أو التهجير القسري. فالمنازل سويت بالأرض، والطرقات أصبحت أنقاضاً، والمستشفيات والمدارس والمخابز قصفت، والخدمات الأساسية للحياة توقفت، وانهار النظام الصحي، وانقطعت الاتصالات، وأكثر من نصف الوفيات من النساء والأطفال. الأطفال تموت على الهواء مباشرة جوعا، يبكون ويرحلون، صمتهم وخوفهم ونظراتهم تكسر قلوبنا وتقتلنا، صرخاتهم لا يسمح القانون الدولي الإنساني ولكن ستبقى للتاريخ. أهات الأمهات تملأ الأجواء، تخترق الأذان، تحرق الوجدان. صرخات الأمهات لا يسمح القانون الدولي الإنساني ولكن أيضا ستبقى للتاريخ. ولم يعد الموت هو أصعب ما يفجع الأمهات في غزة، فقد بتن محاصرات بشبح فقدان جثامين أطفالهن تحت الأنقاض، فلجأت للتسلح بأقلام الحبر لتوثيق أسماء بناتها وأبنائها على كل جزء واضح من أجسادهم الصغيرة. نحن نتنفس أطفالنا، نعم كأم أقول ذلك. تلك هي صرخات الأم على أكفان أطفالها قائلة لن أترككم، كفنوني معهم أي ألم وأي معاناة تلك. جثامين في بيوتها تنتظر التشييع، أو أحياء تحت الأنقاض ينتظرون الإنقاذ. فهل ينتصر القانون الدولي الإنساني لهذه الأصوات؟ فأوقات نجد المجتمع الدولي مستنفر ويؤكد على أن حقوق الإنسان هي حقوق لا يجب المساس بها، والآن نجد غض الطرف عن الأصوات التي تطالب بالتهجير القسري لأهالي غزة، مطالبات بالتهجير لأكثر من مليوني إنسان لهم كامل الحق في الأرض، الحق في الحياة. لقد أصبح ثمن الحياة هو تصفية القضية الفلسطينية. نتكلم بقى على ما يسمى بالعهد الذهبي. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من يومين كان في حوار بين اثنين ستات والله، فواحده راحت قايله ايه، لا احنا معانا الرئيس. هي تشعر انها في حقوقها
مدعومة بالرئيس عبد الفتاح السيسي. وطبعا السيدات يتبادلن الحديث، احنا عظيمات مصر. ماذا حدث لعظيمات مصر اللي معاهم الرئيس في السنين منذ تولي الرئاسة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى النهاردة؟ أين كنا وكيف أصبحنا؟ يمكن حضرتك عارفة، أنا عارفة بعض التفاصيل، لكن خلينا نقول للناس الصورة الإجمالية، كنا فين وبقينا فين؟ خليني أقول لك إن إحنا، هرجع كده ثواني أو سنوات قبل رئاسة السيد الرئيس. أيوة. 2011 و2012 و2013، الكام سنة دول حصل ما يسمى بالردة في فكر الناس في حقوق المرأة، وكانوا بيتكلموا على انها حقوق فوقية، دي جاية من المسؤولين الحكوميين، فلا الشارع مش عايزها، وبدأت تتسحب الكوتا من القانون الانتخابات. شفنا دستور 2012 ما فيهوش سيرة على المرأة المصرية، فقط في إطار الأسرة، ما فيهوش اتفاقيات دولية. فالردة دي تخلينا نقف حتى بمطالبة بعض مش هقول القيادات المتحفظة، ولكن الإخوان في هذا الوقت بإلغاء المجلس القومي للمرأة. يعني هو ما كانش الفكرة مش فقط، لا، انت في مؤسسات بتهدم، في حقوق بتتاخد ومكتسبات بتتاخد، عايز يدوس على الحقوق. فالمجلس القومي للمرأة هيبقى موجود ليه بقى؟ لا، نلغي المجلس القومي للمرأة. صحيح. 2014 وده الحدث اللي كان أهم، لو نتذكر كده دخول السيد الرئيس على السيدة اللي حصل لها تحرش في ميدان التحرير. صحيح. وقال إن إحنا ما نقبلش على سيدتنا. صحيح. هنا اتفتحت طاقة مختلفة. كان يوم مشهود، لأنه البنات اللي كانت حاسة إنها بيتم التحرش بيها وهي عاجزة عن إنها تاخد حقها ومدانة، أنت السبب. برافو. فالسيد برافو. الرئيس راح ومعاه بوكي ورد أحمر، عمري ما أنسى المشهد، وكلمها، فكلنا في البيوت قلنا ده احنا هنتنصف. اللحظه دي تغيرت مشهد او ملف المراه المصريه بصفه كبيره. جينا اللقطه الثانيه لما امسات قال عظيمات مصر، فنقف، عاده كنا بنقف دقيقه احداث او بنقف تحيه للشهداء، انما وقفت القاعه تحيه واجلال وتقدير لعظيمات مصر والمرأة المصرية. وقفت قاعة بحالها. يعني طلب السيد الرئيس كان مفاجأة للمجتمع. صحيح. كله. هنا بنقول ايه؟ رسالة. بالظبط، بنقول رسالة لما السيدة تقول أنا معايا الرئيس، هي حتى داخل أسرتها بتحس بمساندة. صحيح. وجيت في يوم من الأيام على الستيج قلت إن مش ممكن السيدات تبقى عندها اي نوع من القلق، لانها بتحس ان ابوها واخوها هو رئيس الجمهوريه. صحيح. ده احساس انا مش ممكن، لا اعلانات ولا دعايه ولا برامج ولا مجلس قومي للمراه يقدر يخلي ناس تشعر بيه في قلب بيوتها. صحيح. هي الكلام بتاع سياده الرئيس، الحوار بتاع سياده الرئيس، المصداقيه اللي بتطلع في التحديات كلها اللي شفناها. المجلس في 2017 كان اول 2016 كان اول اجتماع مع سياده الرئيس، ساعتها طلبنا عام للمراه المصريه، وبدا عام 2017 عام للمراه المصريه باطلاق استراتيجيه وطنيه بيقرها رئيس الجمهوريه. واتساقا مع رؤيه مصر 2030 واستراتيجياتها للتنميه المستدامه التي تسعى لبناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساويه لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيمانا من الدولة المصرية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحقق إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني. وفي إطار إعلان عام 2017 عاما للمرأة، فإنني قررت الآتي: أولاً، تكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة
لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية. دي نقلة فنية نوعية متميزة. ما يجي حد في أي دولة في العالم يقول مصر ماشية بأنهي نهج بأنهي خطة، لا عندنا خطة وعندنا مؤشرات وعندنا موافقة من أعلى سلطة موجودة وهي السيد الرئيس، وهذه الخطة بتنفذ في أروقة الحكومة كافة. كنت مصدقة الكلام ده؟ لا ما كنتش مصدقة حقيقي. يعني إحنا زي ما حضرتك قلت بنشتغل من سنين. لا ما كنتش في منطقة الحلم. لا أنا هقول لك صراحة، يمكن أول مرة أقول كده. أنا اليوم اللي دخلنا فيه لسيادة الرئيس وكان الاجتماع، أنا كنت محضرة أسباب ليه بطلب عام للمرأة المصرية، ليه مهم يبقى عام للمرأة المصرية، عارفة زي ما متعودين كده. أيوة. كل المنطقيات يا ريت تسمعونا بس. يا ريت منطقيات ليه عايزين. أيوة. يوم المرأة المصرية. والله أستاذة أميرة أنا خلصت الطلب وكان الرد من السيد الرئيس لكم ليس عاما بل أعواما لأن ده حق. أنا في هذه اللحظة مسكتي دموعك. أنا مش بالضبط أميرة بالضبط، أنا مش مصدقة إن 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 ده بيحصل بجد، بيحصل حقيقي، بيحصل حقيقي وبيحصل كده. مصر كانت بتتغير بسرعة رهيبة في هذا الوقت، فده كان إنجاز. أما الحكومة كلها تشتغل على عام للمرأة، وكانت فكرتها إيه؟ إن كل حد مسؤول يبقى بيشتغل في هذا العام على إنتاجية خاصة بالمرأة، على توعية خاصة بالمرأة، على برامج خاصة بالمرأة. الرئيس فتح الملفات وقال كل واحد بقى ياخد الملف بتاعه ويشتغل فيه. وده اللي حاصل إلى هذه اللحظة. عام المرأة لم ينتهي في عام 2017، مستمر إلى هذه اللحظة، لأن الحراك الحكومي، الوزارات اختلفت، كل حد عايز يقدم حاجة في هذا العصر، تشريعات، ثورة تشريعية يعني من أحسن ما يكون، ومستمرين. النهاردة لما بنقول عندنا مواد للتحرش اتغلظت أكتر من مرة، عندنا تجريم للحرمان من الميراث، عندنا القوانين الخاصة بالختان، دخلنا مرة واثنين إلى أن غلظت العقوبة على من يصطحب البنات والمنشأة الطبية أيضا. تمام. بتقفلي من كل الزوايا، بتتعلمي يعني، بتقدم القانون، بنفذ القانون على الأرض عشان نكتشف ثغرات واقعية، عشان بس الناس اللي تقول ان القانون ما بيتنفذ، لا احنا القانون بيتنفذ وبنسمع المشاكل اللي فيه وبنخش تاني مرة تانية نعدل. فهذه حكومة مساندة بشدة. مين اللي بيقدم القانون؟ حكومة. احنا بنقترح، يا احنا علينا اقتراح المشروعات، علينا اقتراح، عندنا لجنة تشريعية فيها يعني عدد كبير من الخبراء القانونيين، بنطلع المشروع يدخل مجلس الوزراء، يدخل وزارة العدل اولا، ده بعد كده بيدخل مجلس الوزراء. التشريعات دي كلها مع حماية للمرأة، بنتكلم على حماية، هو ده الحماية للمرأة. والعنف ضد المرأة مش بيتحل في ورش العمل ولا بيتحل في مؤتمرات، العنف ضد المرأة بيتحل في قوانين، في تشريعات، في آليات حماية، في أطر إحالة من أول الاسم اللي بتدخل فيه البنت إلى النائب العام إلى العقوبات. في معارك وعي في طبعا طبعا، ولكن فتح كل الملفات دي، أنا بقول لك نبذة عن القوانين اللي طلعت، ولكن العديد من القوانين اللي طلعت. لما كنا بنقدم قانون تجريم الحرمان من الميراث قال لك مش هيعدي، مش ممكن يعدي. ازاي يا جماعه؟ طب ما في بنات وولاد بيتحرموا من الميراث. صحيح. وده يعني امر هام، التهرب من النفقه، ان يبقى في قانون لمعاقبه المتهربين من النفقه. كل القوانين اللي طلعت دي كانت احلام الى دخول والله المراه. يا دكتوره انا عارفه طبعا انها كانت احلام وكانت بعيده، يعني كنا بنقول لا بس ان شاء الله في حد هيجي في المستقبل يشتغل على ده. جه إرادة سياسية حقيقية. بنقول دلوقتي إن ما نتكلمش بس على الإرادة، يا جماعة لما عايزين دولة تتقدم دايما فكروا إن الإرادة السياسية تبقى حقيقية مش أوراق مكتوبة. طيب إحنا هنطلع فاصل وهنرجع نكمل كلامنا في الإرادة السياسية وغيرها من ملفاتنا الكتيرة بعد الفاصل.
رجعنا لحضراتكم وحوار طويل مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة. دكتورة مايا، في دعم للمرأة المصرية، في إرادة سياسية حقيقية في التغيير. طب ممكن تكلميني عن دعم السيدة انتصار السيسي قرينة السيد الرئيس للمجلس القومي للمرأة؟ ماذا يعني ده؟ وبيظهر إزاي؟ وإيه حكايته؟ لا، الدعم ده يعني الكثير، لأن السيدة الأولى سيدة انتصار السيسي دخلت على برنامج، أو يعني خرجت ببرنامج مختلف. كان عندنا سن مسحور كده، يعني عادة بنهتم بالمرأة في المجلس القومي للمرأة، بنهتم بالطفولة في المجلس القومي للطفولة، ولكن الجيل الجديد في سن محير اللي هو من سن 13 لسن 18 سنة، بنسميه سن الغلاسة ده. السن ده سن صعب جدا. فالسيدة الأولى تحت رعايتها في برنامجين مهمين جدا، البرنامج اسمه نورة، خاص بتدريب 40 أسبوع للبنات. احنا بنشتغل دلوقتي في أسيوط وسوهاج. في الصعيد؟ في الصعيد. يعني 4700 بنوتة معانا لمدة 40 أسبوع. فحضرتك تتخيلي أن يستمروا 40 أسبوع، مش ورشة عمل. 4700 بنوتة. أنا بكتب الرقم لأنه معاهم 411 ميسرة اللي بنسميها الأخت الأكبر، بيفضلوا معاهم 40 أسبوع، تخرجوا بنفضل مكملين معاهم في التوعية إلى أن نعدي الفترة الحرجة. لو تشوفي أستاذة أميرة في أسيوط البنات بتتكلم ازاي النهاردة، وبتشوف المبادرة دي مهمة بالنسبة لهم ازاي. احنا بفضل المبادرة الخاصة بالسيدة انتصار السيسي بنقدر ننقل البنات من حلم الطفولة الى حلم المرأة المصرية، تصل الى حلم للمرأة المصرية، فبتربي كوادر وبتربي قيادات من هذه اللحظة. ده كان سن شوية مش متركز، صائد فعلا، صائد من يعني من لهم مطلقات وارامل فهنتكلم عنهم، ولهم اطفال عايزين نحميهم، هم البنات اللي على بوابه المراه المصريه، عارفه واقفين. أيوه. مش لاقين البوابه. بالظبط. صراحه الفكره يعني كانت متميزه من السيده الاولى، قالت السن ده انا عايزه اشتغل عليه، والمبادره دخل بقت مبادره امميه، وكمان في مبادره اسمها دوي، وده بيخلي البنات الصغيره تتكلم، فبيعملوا دواير حكي تحكي وتتكلم على أحلامها وعلى مشاكلها. المبادرتين، الواحدة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والأدوي مع صندوق اليونيسف مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة. المبادرتين بندمجهم مع بعض عشان نقدر نخليها تتكلم، وبعد ما تتكلم نعرف أحلامها، ناخدها على مرحلة نورة. الحلو بقى اللي لاحظناه في الصعيد، ان بعد ما 4000 ده رقم كبير طبعا، 4000 اسره، 4000 بيت، كان جايين من كام نجع، من كام قريه. هقول لك يعني المفاجاه. اتفضلي. ان اهالي الاسر دي اللي عندهم اخوات ولاد طلبوا ببرنامج لولادهم، يعني البنت خارجه للبرنامج عايزين اخوها كمان يطلع للبرنامج يتوعى. انتوا بتغيروا الدنيا بجد يا دكتورة. احنا جربنا وقلنا هنجرب في محافظات ممكن تبقى صعب الوصول اليها، ولكن لما التجربة بتحصل في المحافظة وتلاقي الاندماج ده والاحلام بتاعت الولاد، الولاد عايزة برنامج. ففكرنا فعلا ان احنا ننزل مجموعة تستمع للولاد، وان شاء الله باذن الله نطلع ببرنامج اخر. مبادرات مهمه جدا. شوف يا دكتوره، انا بقدر متابعتي لانشطه وحملات المجلس القومي للمراه، طبعا انت اكيد عارفه ده، انما انا اول مره اسمع عن المبادرتين دول للاسف. دول بيغيروا حياه، حاجه مبهجه جدا، بيغيروا حياه بنات. انت اولا بتلحقي البنات على الزواج المبكر طبعا، بتلحقي البنات ان ما تسيبش التعليم، بتلحقي البنات بتعلميهم ديجيتال وتكنولوجيا. مش متخيل. مش معنى اخترتوا السعيد؟ علشان يعني الاصعب، خدتوا المأمورية الاصعب. ما انا ممكن اجرب في القاهرة واقول لك انا نجحت. اوكي. انت عايزة تنجحي بجد، عايزة تغيري الدنيا بجد. عايزين ننجح بجد، وننجح بجد نبقى عارفين كل المشاكل اللي قابلتنا ونقدر نعدل فيها. انا انبهرت لما جالي الطلبات من الاسر، ان طب ولادنا عايزين حاجة لولادنا. فالسيدة الأولى أيضا أشارت أن نشتغل مع الولاد ونطلع برنامج مخصص
كمان للأسر، فتلاقي واو. نورة ونور إن أيوة. شاء الله. إن شاء فجأة الله. اللي هتحصل في الفترة القادمة في رمضان بإذن الله إن هنلاقي مسلسل بيتكلم كرتون على شخصية نورة، ونبقى عندنا عروسة مصرية متسجلة في هيئة الملكية الفكرية. ده سبق لينا، ده تصريح خاص لينا بالظبط. لسه إن شاء الله بإذن الله هنلاقي مسلسل بيحكي عن البنت المصرية بقى، يعني ايه مشاكلها، ازاي تحلها، ازاي تتعامل فيها، ننقل اللي بنقراه وبنسمعه للبنات كلها. طب اسمحي لي اقول لك ان انت حضرتك اللي بتقوليه ده، يعني انا هنا مش عارفه ابقى محاوره ولا مذيعه ولا ست ولا، لانه انا بجد كان بيؤرقني جدا ان ما عندناش عروسه نديها لبناتنا، ان انا مضطره اشتري عروسه خواجايه بحدوته خواجايه بهدوم خواجاتي بالوان خواجاتي. ف وبقيت كنت اقول يا رب ومحدش هيسمعنا. بصي انا ممكن يعني ممكن نجيب العروسه، هي موجوده هنا. ايوه ممكن ناخدها. انا هقول لك ليه استاذه اميره. يا حياتي لما قلنا نعمل عروسه كانت الفكره اللي حضرتك بتتكلمي عليها، البنات عايزه العروسه الباربي، اللي عايزين العروسه بقى في بقى في الاجيال بقى طبعا حاجات بقتش عارفاها، بناتي كبروا. في عروسه مصريه متسجله؟ لا ما لقيناش. فكنا عايزين البنت تحلم ان تبقى لابسه اللون بتاع الامم المتحده، توصل للاماكن دي تبقى لابسه ابيض بتحلم بالسلام، مش عايزه عنف، والبنت المصريه اللي شعرها بني وتسجل الحمد لله فيها ولابسه كروشيه. دكتوره دي بتتعمل بقى الكروشيه ده اللي هو امهاتنا وجداتنا، العروسه كلها كروشيه. العروسه بتتعمل في ورش الانتاج الخاصه بالمجلس القومي للمراه، فكمان العروسه نفسها مشروع. انا مبسوطه قوي يا دكتور، انا متشكره قوي ان حضرتك قلت لنا على الحكايه دي. طب انت انا هباخد عروسه من دول. هتاخدي العروسه من فضلك. اتفضلي يا دكتور. سيده انتصار، وجود حضرتك النهارده شرف كبير لكل بنات مصر. احنا كلنا نفسنا ان مصر تكون احلى بلد في الدنيا كلها. عايزين برنامج نورة يشمل رعاية حضرتك عشان تستفيد منه كل بنات مصر. وبصفتي سفينة من سفيرات دوي، بتمنى من حضرتك ان تتكرمي برعاية مبادرة دوي عشان صوتنا يوصل لكل بنت في مصر. السلام عليكم. أنا سعيدة جداً وأنا معاكم، وسعيدة كمان بالمبادرتين اللي أنتوا بتقولوهم. المبادرات دي هي مهمة جداً، لأنها أولاً هي تستحق جداً إن إحنا ندرسها، ثانياً إن المبادرات دي مهمة لأنها بتخاطب البنات في سن تكوين شخصيتهم، وأنتوا تستحقوا إن إحنا نسمعكم وتستحقوا إن إحنا نقف معاكم. الدولة أكيد معاكم وكلنا معاكم، طول ما احنا كلنا مع بعض اكيد هنحقق حلمنا، واكيد هتساعدوا بتحقيق المبادرات لما تنجح ونحتفل بيها كلنا. وانا مبسوطة جدا ومعاكم ان شاء الله. من نورة ونور ومن عظيمات مصر ومن دعم السيدة انتصار السيسي ومن الإرادة السياسية الحقيقية للدولة المصرية وللرئيس عبد الفتاح السيسي، لسؤال الستات المصريات شاركوا في 30 يونيو، مش كده؟ لما شاركوا في 30 يونيو ما كانش عندهم تصور اننا هنتكلم النهاردة الكلام ده، لكن خرجوا بملايين. هل كان حاسين انهم بيتداس عليهم وبيتلغوا في الثلاث سنين اللي قبلها، ولا كانوا حاسين ان البلد بتضيع وهم هيضيعوا بالتبعية، ولا حاسين انهم عايزين يجيبوا حلم يطبقوه في الواقع؟ لماذا خرجت وشاركت المرأة المصرية بهذا العدد في 30 يوم؟ المرأة المصرية خرجت تدافع عن ارضها وعن بلدها وعن هويتها وعن حقوقها اللي هي كانت متأكدة ان لو اتخذت مش ترجع تاني. اللحظات دي انا كنت ساعتها في الامم المتحده، وكنت مش مصدقه عدد السيدات اللي بينزل في الشارع، بس كان الضغط فتره كبيره قوي. بسمع عن مين اتشدت من شعرها ومين اتضربت بالقلم ومين لا، وقيادات نسائيه ايوه
شفنا الأستاذة شاهين دمقلي عند الاتحادية وهو بيحاول المناضلة الكبيرة بيحاول يسكت بقها. ده منظر وموقف أفضل أحكيه لبنتي عشان لا يتكرر في تاريخ مصر. صحيح صحيح. المهم إن إحنا ما ننساش إحنا لما سيدات المصريات نزلت تدافع عن هوية، الهوية دي تقدر تتغير عبر السنين. طبعا احنا بنشوف دول، احنا بنشوف دول النهارده كانت فين وبقت فين. فضغطوا ورهنوا ان السيدات المصريات مش هتسكت على حقها، لا ما سكتوش على حرق مجلس قومي للمرأة، ما سكتوش على يشيلوا حقها من الدستور، ما سكتوش على ان هم يلغوا الكوتا اللي كانت موجوده في قانون مباشره الحقوق السياسيه، ما سكتوش. ولا بناتنا يعني سكتوا لما نزلوا في الشارع، كان حلمهم بس يحافظوا على ارضهم، يحافظوا على مكانتهم، يحافظوا على عالمهم. المرأة المصرية دايما بقول اذا كان القوات المسلحة كانت الخط الدفاع الاول لحماية هذه الارض في هذه اللحظة، والشرطة المصرية كانت خط الدفاع الثاني، المرأة المصرية كانت خط الدفاع الثالث، لانها ما خافتش، خدت عيالها، زقت جوزها، كله شجعت ولادها. كانوا بيراهنوا ان السيدات كان يعني تفتكري كانوا بيقولوا للناس اللي هم قاعدين على الكنبه مش هينزلوا مش هيدا، نزلنا بالكنبه. فده يدينا مؤشر ان لا، المراه المصريه قويه وفضلت قويه وهتفضل قويه. كل اللي بتتمناه بيتها يفضل في امان، ولادها يفضلوا في امان، ارضها وبلدها على بعضها تبقى في امان، وانه مش ممكن لا بيتها ولا اولادها هيبقوا في امان الا اذا بلدها تبقى في امان. مش ممكن. دي يعني خط سير واضح. يعني احنا بدول حوالينا، احنا النهارده بعد كل اللي بنشوفه ده، احنا فين وكل المنطقه حوالينا فين؟ صحيح. احنا كنا فين او احنا فين دلوقتي؟ احنا في استقرار، احنا في امان، في وسط محيط مشتعل. ده بسبب انه في تضحيات، جيش وشرطة وقضاء ومدنيين، في شهداء. فاذا تحدثنا عن الشهداء نفتكر امهات الشهداء كانوا بيطلعوا مع الرئيس، وبنشوفهم في برامج بيكسفونا بقوتهم وصلابتهم. انت قابلتيهم يا دكتور، بيقولوا ايه وحضرتك حسيتي بإيه؟ لا، قوة أنا ما شفت زيها في حياتي. صلابة رهيبة. أنا مش ممكن أنسى أم الشهيد اللي كان ابنها يعني استشهد في العريش في هذا الوقت، ولقيتها بتقول لي أنا عايزة أبلغك أمانة تبلغوها لسيادة الرئيس. فقلت لها تحت امر حضرتك؟ قالت لي انا عندي ولد تاني. انا اول حاجه تيجي في دماغك ايه؟ عايزه ابنها في الجيش. اوكي، قوات مسلحه. فانا اول حاجه تيجي في مخي ان هي عايزه يبقى معاها يعني. قالت لي نصا مش ممكن انسى نظرتها، مش ممكن انسى صوره ابنها اللي متعلقه على في سلسله. قالت لي بلغوا سيادة الرئيس ان الابن الثاني تحت امر حتى لو استشهد بكرة. مش ممكن. انا اللحظة دي غيرت. دي ام على فكرة، قوتها في فقدانها لابنها. تقولي لو عندي واحد تالت خدوا. ايه ده؟ العقيدة الوطنية دي، حب مصر، ده ايه؟ حب مصر، وطنية، وطنية. الست المصرية ست وطنية جدا جدا جدا، هتضحي بكل حاجة، هتضحي بأكلها بشربها بولادها ببيتها، طول ما الأرض دي محمية، وطول ما الأرض دي ما فيهاش عدو ولا خاين ولا محتل ولا غاصب ولا مغتصب. احنا هنعيط انا وانت. احنا الستات بتوعنا ستات قوية قوي. ست عمود البيت، مش كده بيقولوا كده؟
في البلاد عندنا، الست دي عمود البيت، وتد البيت، وتد البيت كله، هي اللي شايلة الحمل، وهي اللي بتزق، وهي اللي بتربي، هي اللي بتحافظ، وهي اللي بتحافظ، هي اللي بتحافظ، هي اللي بتكبر، وهي اللي بتعلم الانتماء والوطنية للولاد. على فكرة يعني بذرة الوطنية والانتماء وحب الوطن احنا اللي بنزرعها في ولادنا، طبعا تكبر بعد كده مع اشياء مع كتير، مع اشياء كتير، المدرسة وبعدين الجامعة، انما البذرة الاولى احترام للعلم، احترام للوطن، بتتزرع في البيت، في البيت من الام، من الام. طيب النهاردة بنات اللي في كلية الحقوق بيقدموا ويبقوا قاضيات، احنا كتبنا لما تهرينا ورقنا نشف 72 سنة بناتنا نفسها تدخل مجلس الدولة والنيابة العامة، والدستور بيقول تدخل في كل المواقع القضائية دون أي تمييز، وما دخلوش قوانين السلطات القضائية بتقول نفس الكلام، وما فيش. النهاردة البنات دخلت من أول لحظة كان انتداب من الهيئات القضائية، النهاردة من أول السلم بتدخل، ده حلم 72 سنة. إن أنا أول مرة حضرت كان عندي قضية في محكمة من محاكم الأسرة، ودخلت القاعة وبعدين لقيت الدائرة ثلاثية ولقيت في قضية، والله العظيم يا دكتورة اني كنت هعيط بجد. يعني انا حسيت وقتها انه ده بجد حقيقي، ده الورق اللي قعدنا نكتب فيه والمؤتمرات اللي نكتب فيها ونروح مؤتمرات دولية يقولوا يا عيب الشوم مفيش قضيات مصريات، وهو يا عيب الشوم فعلا. وبعدين الاقي الست قاعدة مالية مركزها وقاضية عليمة في القاعة، وزادوا كمان يا أميرة، زادوا احنا النهارده يعني عندنا. كان موقف غريب جدا ويعني أربكني، وهي طبعا بتبص لي، انا وقفت بقى، انا محامية عجوزة والكلام وقف في بقي ومش عارفة، لاني ساعتها بقى عندي احساس رهيب بالنجاح والانتصار والاستمرار، نجاح واستمرار. احنا النهارده عندنا الكوتا الدستورية للمرأة في البرلمان 25%، خدناها في التعديلات الدستورية الأخيرة، وأتذكر إن ما كانش يعني ما كانش الرقم هيبقى كده 25%، لأن كانت الدورة اللي قبليها 15% وكانت التجربة 15%، ولكن كان في مساندة 25% نسبة، هنقول إيه، بنبدأ متميز 25%، النهاردة هم 28% بالفرد. اتوقع ان في الدوره القادمه باذن الله تعلى عن 30%. ما هي الستات بتخش وبتتعلم وبتشجع تديني قدوه، ما جايه نجرب انا وراش بالظبط. عددهم قد ايه؟ كبير. طيب لما جينا في مجلس الشيوخ كانوا 10% في بالقانون، ايوه، ولكن لحق السيد الرئيس ان يعين نسبه، ايوه، السيد الرئيس ضاعف نسبه المراه اللي بيعينها عشان يعالج نسبة العشرة في المية. اهو خدنا 10، أيوة، بلاس العشرة، أيوة، خدنا بقينا 14%. يعني احنا بالكوتا الدستورية بالكوتا القانونية خدنا 10 خلاص. اهو بقى زدنا بقى سيد الرئيس ضاعف الدعم بجد، الدعم بجد. يعني انت ما كان ممكن يبقى نقول ايه خلاص ما خدوا 10%، انما مضاعفة العدد اللي هيعين من قبل السيد الرئيس في حد ذاتها بقيت احنا مبسوطين، نقول احنا السيد الرئيس ضاعف العدد وال10% موجود. فالتحرك ده، وجود المرأة في كل الوظائف القيادية، حققت نجاح. عشان ساعات بيقولوا لنا الستات بتعيط والستات ضعيفة والستات اصل لما يبقى وراها طبيخ ما بتنزلش، ايه؟ لا اعتقد نجحوا في مجلس الوزراء، نجحوا بامتياز في كل المواقع القيادية، نجحوا بامتياز. انا بس بزعل ان احنا دايما نقيم دور المرأة او وظيفة المرأة، ولم اسمع في حياتي طب هل الرجل ده نجح في الوظيفة ولا ما بتسأليش، انما دايما هي اصلا هي وراها بيتها وولادها. طب مفيش تعارض نهائي. كنا زمان واحنا صغيرين، عشان ده باستكمالا برضو لحضرتك بتقوليه، لما تقابلي راجل شاب يعني لسه تقولي له انت بتشتغل ايه، على طول لازم يبقى بيشتغل، انت بتشتغل ايه؟ لما تقابلي شابه تقولي لها انت بتشتغلي يعني الاول، لانه حكايه بتشتغلي دي مش مضمون. فهو كده الست ناجحه، طب والراجل ما حدش بيسال، هو مش مهم، أيوة، ناجح فاشل اي الدنيا ماشيه، لا لا، لكن ناجح. الست ويا ترى تقدر تنجح؟ ما هو مش انتوا بتشتغلوا على ده في الحملات اللي على الارض؟ طبعا انت لو تسمعي البنات الصغيره احلامهم بقت ايه،
بقى في بنات في المحافظات تقول لك انا عايزه ابقى وزيره، انا عايزه ادخل البرلمان. الاحلام دي دول هيوصلوا في يوم من الايام لهذه الاماكن، الاصرار في صوتهم وال 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 وال, 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 وال في حقيقه كده في الحلم بتاعها. لا في حاجه ممسوكه في الايد وشايفه، انا شايفه انا عايزه ابقى زي دي، عايزه ابقى زي الدكتوره مايا مرسي. هطلع فاصل وارجع اكمل كلامي مع حضرتك بعد الفاصل. رجعنا مع حضراتكم وما زلنا في ضيافة المجلس القومي للمرأة، ضيافة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة. في بنات شايفة ان انت القدوة، ابقى وزيرة، ابقى سفيرة، ابقى قاضية، ابقى رئيسة المجلس القومي للمرأة. يا رب يا رب، احنا لو وصلنا لده هيبقى نجحنا نجاح كبير. احنا نجحنا علشان حاجة مهمة جدا، احنا ما هديناش اي حاجه من اللي عملوها القيادات قبلينا، احنا كملنا علشان كده وصلنا لنجاحات ممكن تكون منظوره النهارده. ده تاريخ، وتاريخ مصر في هذا الملف كبير. تكمله، بنعلم ولادنا كده، اوعى تدخل في منصب ولا في مكان تهد لحد بناه قبليك، لانك هتبدا من زيرو، تبدا من الاول. صحيح، ممكن ما تلحقش تنجح. صحيح، عشان تنجح ابدا من اللي كمل وسعيد. يا رب يبقوا احسن واحسن مني كمان. يعني طيب. دكتوره مايا، المجلس القومي للمراه بيعمل حملات وبيعمل مبادرات على الارض، بينزل يقابل الناس في الصعيد وفي هنا وفي هنا. اولا حضرتك بتشوفي مراه متنوعه الانتماءات والافكار والثقافات وكل حاجه. تقدري تقولي النهارده انه كل المبادرات والحملات دي عملت تغيير في وعي الستات، او خلتهم مدركين حقوقهم اكتر، او بقوا اكتر وطنيه وانتماء، ولا شايفه الصوره ازاي؟ خليني اقولك اول حاجه، اللي احنا اول حمله عملناها كانت التاء المربوطه، وكانت انا خدت برش. ايوه، التاء المربوطه من الدكتوره مايا يا جماعه على فكره، عشان كان نفسي فيه. واهو التاء المربوطه كانت بتتكلم على سر قوه المراه. عادة كانت الحملات بتبقى بتخلي المرأة الست الضعيفة المستكينة اللي محتاجة. ركزنا قوي على ان نشتغل على عقل المرأة المصرية نفسها، تفهم ان هي قوية، تفهم ان هي قادرة تعمل وتشتغل وتنتج وتعمل مشروع صغير وتوصل لأعلى مواقع اتخاذ القرار، وبلدها حمياها بالدستور وبالقوانين. كان ده هدف الحملة. النهاردة الحملة بعد كل 8 سنين واستمرار في الحملة كان مهم جدا، هو ده اللي يغير وعي.
ان الناس تبقى عارفه دول بتوع التاء المربوطه. فما احنا بتوع التاء المربوطه ايوه دول المجموعه اللي بتشتغل. البنات بترسم دلوقتي التاء المربوطه تحطها على كتفها. الوعي مهم ده اساس. ده الوعي ده امن قومي. لو ما غيرناش فكر الناس وعملت لهم التوعيه الكافيه خلاص هيبقى مش الوعي امن قومي. دي جمله عظيمه جدا دكتوره مايا، لان في ناس بتتصور ما تمشوا اموركم. يعني خليني احكي لك كده حكايه. الستات تقول لك ايه، او بعض النساء تقول لك انا عارفه ان الست المصريه قويه وقادره وتقدر تمشي الدنيا، بس ليه يعني الصدام؟ ما تمينوا، ما ترجعي كده خطوتين لورا وهو يبقى. ايه رايك في الفكره؟ لا لا لا، المراه المصريه مراه قويه ومراه طيبه. طيب فالقوه والطيبه مش معناها بقى ان ايه يعني الانكسار. لا لا، دي قويه وطيبه. فالطيبه دي تخلينا نديها يعني الناس اللي قدامها سواء مجتمع او زوج او عمل، كل ده يديها اكتر. طب القوه دي مش احيانا مش او كثيرا يعني. مفيش مماينه، موضوع المماينه ده بيضايقنا. شوفي وشك ماشي. القوة، قوة الست المصرية دي، أنا لما حضرتك تخاطبي الجمهور دلوقتي مش تقولي له إن القوة دي لحسابه لصالحه. قوة الست المصرية يعني قوة الأسرة، يعني قوة الأبناء الأساس. يعني قوة دعم الزوج، يعني حتى اللي ما بتشتغلش بتعمل اقتصاد منزلي، بتعمل مبادرات. القوة دي لصالحكم على فكرة مش ضدكم نهائي. القوة لصالح الأسرة الصغيرة ولصالح المجتمع. يعني دول ما ينفصلوش عن بعض. المرأة الضعيفة أو هتبقى أسرة ضعيفة، هيبقى أولاد ضعاف، هيبقى الزوج نفسه عليه عبء كبير جدا، عبء مضاعف لو الزوجة يعني مش قوية ولا واعية ولا يعني. لا لازم تبقى قوية. مصريين يقولوا لو عايز تحكم على أولاد شوف أمهم. طبعا طبعا، أنا لسه بقولك إن 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 تعليم الانتماء بيبدأ من الأم نفسها داخل البيت. عايزين أسرة قوية، خلي الام تعليمها جيد، عندها وعي كافي، عندها سبل انتاج وطرق للانتاج مختلفه، حرفه، تعليم، وظيفه، كل ده يخلي الاسره ناجحه لصالحكم، لصالحها، لصالح المجتمع ولصالح اللي مش عايزين والاولاد وكله اللي مش عايزين هذا اللي مش عايزين. وهقول لك حاجه تانية بقى، لو احنا بنتكلم على المماين، المجموعات اللي بتقول ان لا ما تخلوش السيده قويه، هم مش عايزين مصر قويه، مش عايزين الاسره، مش عايزين مصر قويه. السيده القويه هي مصر، هي يحفظها على بيتها واسرتها وزوجها وارضها. مش عايزين بلد، مش عايزين مصر قويه، فعايزين ستاتها يبقوا. هي الست اللي شاركت في المقاومه الشعبيه، هي الست اللي نزلت 30 يونيو، هي الست اللي خرجت، هي الست اللي بتقول لك خدوا وفي ابن تاني خدوه. هي اللي تبرعت بذهبها عشان تبني الجيش قبل 73، هي اللي تبرعت، هي اللي مرضت الجنود ايام الحرب، وهي اللي مستمره الى هذه اللحظه حتى لو في ازمه اقتصاديه، حتى في صعوبه في الحياه اليوميه تدبرها. دي مبهره مبهرة بصراحة. أنا بنزل في المحافظات على برنامج خاص بالإدخار والإقراض مع بعض البنوك. أنا مش بصدق عدد السيدات اللي بتكسر أي حاجة مهما كان الحياة صعبة عشان تحوش، عشان تعمل مشروع صغير، وبتحوش طبعا، مش بتقترض. أنا بتكلم في ناس بتقترض عادي، هتدخل وتعمل قروض، انما عايزه تكسر حاجه من فلوسها عشان تعمل مشروع، ويجتمعوا العشره ياخدوا بطاقه ميزه علشان يعملوا مشروع مع بعض. لا مبهرة. على كل المستويات صراحه. المجلس القومي للمراه عامل برنامج تدريبي لتاهيل النساء للمشاركه السياسيه. عايزين ايه من البرنامج؟ احنا بنتكلم على مستويين، المشاركة السياسية ممكن تشاركي ممكن تاخدي مكان في الآلية السياسية. المشاركة مهمة جدا، يعني عايزينهم. احنا عندنا حملة كبيرة دلوقتي اسمها بلدي أمانة. بلدي أمانة بتوعي السيدة ازاي تنزل تصوت في الانتخابات، ازاي ما تفوتش صوتها، ادي صوتك للي انت عايزاه. صحيح. انما
انزلي وشاركي، هاتي ولادك معاكي وعلميهم ان صوتهم مهم ويشوفوكي وانت بتحطي صوتك. واعتقد ان ده استمراره مهم جدا كمان، بقى جزء من الاحتفاليه او الممارسه السياسيه ان هي تنزل وتدي صوتها، لان صوتها هيحمي بلد، هيحمي استقرار، هيحمي مستقبل. يا محدش يقول انا مش فارقه، مفيش، هنتعود بعد كده تاني ان مش فارقه. هو لازم تبقى مستمره في انا بسميها استحقاقات دستوريه. الاستحقاقات الدستوريه دي سواء انتخابات او كان قبل كده تعديل دستوري او انتخابات برلمان او مجلس شيوخ، لا نتعود نروح البلاد اتقدمت بده، بلاد في العالم اتقدمت بالمشاركه، انا هشارك برايي. لا ده لازم تبقى موجوده وصوتها لازم يبقى قوي. وبيفرق، بيفرق تواجدها. احنا بقينا كتله حرجه تصويتية مهمة، تصويتية مهمة، احنا بقينا كتلة تصويتية حرجة مهمة، فده مهم جدا. أي مرشح هيبقى عينه ايه الإنجازات اللي ممكن تتقدم أكثر للمرأة المصرية؟ كونها تستحق أكيد، ولكن كمان في برامج انتخابية بنسمع عايزين هتقدموا ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ في هتدونا ايه؟ عندكم ايه؟ بالظبط، ده مهم جدا. هل المجلس القومي للمرأة ينظر إلى مثلا برامج المرشحين، ينظر إلى برامج النواب في الانتخابات البرلمانية ويقيم الوضع أو التوجه في علاقته بالمرأة باعتبار أنتوا بيت المرأة زي ما بيقولوا؟ احنا أطلقنا طلب لمرشحين الرئاسة الحملات بتاعتهم تشرفنا ونحصل حوار معانا، ايه اللي هنقدمه، ايه الافكار الجديده اللي بتطرح يعني. وحصل بس التواصل مع حمله رئاسيه واحده. طيب دكتوره، انتوا بتعملوا كمان تدريب وتاهيل المراه المصريه للمناصب القياديه مش كده؟ طبعا. انتوا معتبرين ان الستات هتتولى بالضروره مناصب قياديه؟ لازم حقها. اولا احنا عندنا في الحكومه مجموعه كبيره اللي هم بنسميهم في المرحله النصفيه في الوسيطه كده في اتخاذ القرار، فبنحصل نركز على المجموعه دي، تحصل عليهم تدريب كبير جدا، في محافظين، في نواب محافظين كمان من السيدات بيبقوا معانا في التدريبات. عايزين المجموعه النهارده، احنا ما كانش عندنا محافظ يا اميره، احنا بقى كان عندنا محافظ، احنا بنحلم، وبعدين بقيت محافظ تاني، وبعدين حد قائم بعمل محافظ، وعندنا 31% نواب محافظين. 31% مش بقولك بنحلم، والله سيدات بنحلم. يمكن الناس تقول ايه الكلام، بس لو كانوا عاشوا معانا من زمان شويه فاكره كان بيتقال ايه؟ احنا في الفراغ في الصحراء، فاكره كان بيتقال ايه ليه ما نعينش طبعا محافظ؟ ولا ينفعوا ولا يصلحوا ولا يقدروا، ولا طلعوا بينفعوا ويصلحوا ويقدروا وفي يعني قمه النجاح، قمه النجاح والانجاز ليه نديهم فرصه فلا هيوصلوا المواقع القياديه طبعا. فبتدربوهم عشان يبقوا جاهزين، بيبقوا جاهزين وبيبقوا الميد اللي هم في المرحله الوسيطه دي كمان يبقوا جاهزين لخطوات اعلى واعلى، يعني تبقى رئيسه قطاع، ليه ما تبقاش رئيسه قطاع، تبقى وكيل في الوزاره بتاعتها الخاصه اللي موجوده فيها، او تبقى كمان قياديه في مشروعات اقتصاديه او تبقى رائده اعمال، نشتغل على كل الملفات دي. طيب. بمناسبه اللي حضرتك بتقوليه ده، زمان مره كتبت مقاله اسمها انتظروا النساء، الراجل قال لي انت بتهددينا، تقولي بهددك. هل نجاح المراه وتوليها للمناصب القياديه والتمكين في البرلمان والمناصب السياسيه تهديد للرجل ولا دعم للرجل ولا ايه؟ هو مفيش اساسا وجه للمقارنه ولا للمنافسه، يعني لا هو تهديد للرجل ولا منافسه، يعني هو انا حقها الدستور بيقول المواطنين والمواطنات، احنا 49% والرجال 51%، فاحنا مواطنين ومواطنات على ارض مصر. مفيش منافسة، أنا ليا حق آخد الوظيفة زي ما الرجل ليها حق ياخد الوظيفة، والوظيفة للأصلح. مش قصة ست ورجل. الوظيفة للأصلح، إحنا بنحافظ على حقها في الانتخابات عشان يبقى في كوتا دستورية
في البرلمان، لان في العالم اثبت ان وصول المراه للبرلمان لازم صعب. باجراءات تمييزيه لصالحها، تمييزيه ايجابيه ومؤقته في بعض الاحيان، بس توصل لهذا المركز. انما اما تعودي المجتمع على ان عندك وصلنا ل 25% في مجلس الوزراء، فانت كده متعوده ان عدد كبير في مجلس الوزراء، ممكن يوصل اكتر واكتر، انما ما فيش لا تهديد ولا منافسه. لا تهديد ولا منافسه، الاكفأ ياخد المنصب، وحق المرأة أن تأخذ المناصب دون أي تمييز إذا كانت تصلح. إذا كانت تصلح. دكتورة، سياسة طرق الأبواب سياسة معتمدة للمجلس القومي للمرأة، يعني إيه؟ إحنا طرقنا في الثمان سنين الماضية 7 مليون باب. بجد؟ 7 مليون باب. ممكن تعملي جلسات حوارية، ممكن تعملي ورش عمل، بس دايما بتوصلي لإيه؟ لأعداد قليلة. لقينا ان الحوار مع السيده داخل بيتها في المكان الاريح لها، عالكنبه والشاي والونس وكده، بتبقى قاعده تقدري تغيري فيها حاجه وتصدقك انك جايلها. دي هي جايلها بالظبط كده يا استاذه اميره، هي احترام ان انت بتخبطي عليها وجايلها بمعلومه او جايلها بنصيحه او جايلها بمشروع او جايلها بتوعيه او بخبره، لا بتفتح الباب. وبقى معانا غير الرائدات او ميسرات المجلس القومي للمراه، معانا كمان مجموعه قويه جدا وهما مجموعه معا لخدمه الوطن، راهبات واعظات وزاره الاوقاف واعظات الازهر ومكرسات مدارس الاحد. حضرتك متخيله المجموعه التركيبه الوطنيه دي. تدخل وتتكلم تلاقي الراهبه جنب الواعظه بتتكلم على الختان. يعني معنى كده ان الدين الاسلامي الدين المسيحي بيرفض الختان. امال مين يا جماعه؟ بالظبط. طيب دكتوره مايا، يعني انا طبعا عندي 1000 سؤال، ويمكن يبقى عايزه مثلا 12 حلقه مع حضرتك، انما انا هحاول امشي اسرع شويه، بس انا مهتمه نكلم الناس على مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمراه. بتعملوا ايه؟ اوصل لك ازاي الخدمه اللي بتقدميها لي؟ احنا عندنا مكتب شكاوى هنا رئيسي، و27 مكتب في سوري 26 مكتب في المحافظات. الخط الساخن 15115 بنتصل 15115 بنتصل بطلب شكوى او تقديم شكوى او طلب مسانده قضائيه او توعيه، يعني عايزه تسال على حاجه في القانون او كمان طلب محامي متبرع. تاخدوا فلوس؟ لا مجاني. مجاني المحامين، احنا بندفع عن السيده الرسوم، لان طبعا في رسوم في المحكمه طبعا. فاحنا بنتولى الرسوم الخاصه في القضيه طبعا الاكثر احتياجا، والمحامين الفرق اللي موجوده عندنا في المجلس موجوده محامين، دول طبعا أكيد موظفين داخل المجلس، ولكن المحامي المتبرع هو اللي بيطلع مع السيدة بيبقى متبرع تماما. إذن لجنة الشكاوي تقدم للنساء خدمة مساعدة قانونية إن صح التعبير. بالظبط، ومجانية. أنا عندك مشكلة هاخدك من إيدك، أبلغ أكتب قضية أوديك المحكمة معاكي محامي، إحنا محاوطين عليك واخدين بالنا منك. المتميز إن كنا فاكرين فقط إن اللي هيحتاج هذه الخدمة هما يعني الأكثر احتياجا. صحيح. لقينا إن في تواصل من كافة مستويات اللي موجوده. ده ثقه بقى يا دكتوره. الحمد ثقه لله. وطمانينه. الحمد لله. بتسال على السؤال نقول لها تقدري تروحي للمحامي، او لو عايزه محامي متطوع يديكي الخبره وبعدين انت تروحي بالمحامي بتاعك، فتقدر تنطلق هي في السكه بتاعتك. نتكلم بسرعه عن لجنه الرصد الاعلامي جوه المجلس. في ناس بتقول ايه ده، شايفين اللي بيحصل في المجلس القومي للمرأة عنده لجنة رصد إعلامي بتتابعوا اللي بيتشاف؟ طبعا عندنا رصد، احنا بنركز قوي على الرصد الإعلامي الدرامي كمان في رمضان لأن هو الموسم الأعلى، ولكن أيوة بيحصل طول السنة. لجنة الإعلام بقيادة الدكتورة سوزان إليني مجموعة رصد، يعني عايزة أقول لك مئات من الراصدين في هذا الوقت. احنا بس عايزين ندي الحقيقة، في حصل تطور في الأعمال الدرامية وحصل تطور في البرامج
من 8 سنين الى اليوم في كود اعلامي يعني عمل خرج وتوزع على كل المحطات، وبقى في ناس بتقول لك اللقطه دي هيعلق عليها المجلس القومي للمراه، يبقوا عاملين حسابكم، او اللقطه دي هيقولوا هيشكرونا، او المسلسل ده مهتم بقضايا المراه فيعني الفتوا نظر الناس لي، بقى في على الاقل صوت. طبعا ما تقدريش تتحكمي في كل المنصات ولا كل الاعمال الدراميه، لان ايضا في عرض وطلب طبعا، فعلى قد ما بنقدر بقى في تركيز اكثر على قضايا المراه، في مسلسلات بتنزل كامله على قضايا المراه طبعا، شفنا وحصل شفنا اكثر من مسلسل يعني حصل نوع من الحراك الاجتماعي على المسلسلات. بمناسبه المسلسلات اللي على قضايا المراه، قانون الأحوال الشخصية الجديد مجلس القومي للمرأة هيعمل فيه إيه في ظل ستات بتقول أنا مش واخدة حقوقي خالص، ورجالة بتقول أنتوا واخدين كل حاجة بطلوا افترا؟ نرجع، السيد الرئيس أقر أو طلب من وزير العدل، مع وزير العدل لجنة يعني محايدة تماما تعمل القانون. احنا عدينا بمراحل كتير قوي، اقترحنا بعض التشريعات، حطينا عملنا مرصد هنا، استقبلنا فوق ال 148 مشروع قانون. على مدار السنوات دي كلها لقينا ان لا، هو افضل نحط محددات لايه القانون اللي احنا هنبقى موافقين عليه، وايه المواد اللي احنا ممكن مش نوافق عليه، ومنتظرين خروج اللجنه او المسودة ونبدا نناقش. على فكره القانون اسمه قانون الاسره، لازم كل الناس تبقى مرتاحه فيه. و ساعات بتشوفي يا دكتوره كرئيسه المجلس القومي للمراه ان في رجاله مظلومه؟ طبعا في رجاله مظلومه، في ستات مظلومه. يعني حضرتك ما بتشوفيش لا الحق دايما مع الست والحق دايما ضد الراجل؟ لا لا، عشان بس نصوب هذه الفكره. لا لا طبعا، لا طبعا، في رجال مظلومين وفي سيدات مظلومين. انا اللي احنا بنركز عليه نرفع الظلم عن اللي هيتظلم ايا كان. اذا لو الراجل مظلوم اشوف ايه ازاي، لو الست مظلومه اشوف ازاي، وان لا يجور حق شخص على التاني. اذا انت بتبحثي فعلا عن الانصاف طبعا، لان ده مصلحه الاسره، مصلحه الطفل، مصلحه الطفل. احنا عايزين المصلحه الفضلى للطفل كما عرفت في المواثيق الدوليه والقوانين الدوليه، المصلحه الفضلى للطفل. على فكره العراك لما بيحصل بين الزوج والزوجه خلاص هما مش طايقين بعض، مين المظلوم في النص؟ الطفل. الطفل انا بالنسبه لي دول مختصمين، الاثنين خصوم. صحيح. فانا الحق الاخير الامهات على فكره ساعات بيتنازلوا عن حقوقهم طبعا، يعني ويتنازلوا احيانا عن حضانه اطفالهم والابهات تسيب اولاد، يعني احنا بنشوف كل حاجه، بنشوف كل حاجه. الناس مش عارفه ان احنا بنشوف كل حاجه، احنا بنشوف ام مش عايزه اولادها، وبنشوف ام هتبوس الارض عشان ابنها ما يتشالش من حضنها، بتشوفي النوعين. بتشوفي اب عايز يشوف ولاده، وبتشوفي اب مش بيسال على ولاده خالص. فاحنا مع حق الطفل ده ان يبقى معاه اب وام، خلاص استحالت العشره بينهم، ولكن حقه هو اللي لازم تحافظ عليه الدوله ايا كان. كنت قلت في حلقه من الحلقات احنا عايزين الطفل ده يحاول يعيش عيشه شبه طبيعيه. بالظبط. يعني مش هقدر اخليها طبيعيه لان الاب والام انفصلوا، بس شبه طبيعيه. لا الام تخطفه ضد الاب بمعنى تقسيه على الاب وتكرهه في الاب، ولا الاب يعني طبعا طبعا تعملوا توعيه للمطلقين والمطلقات يا دكتوره؟ طبعا بيجوا، يعني انا مش بكلم على مطلقين ولا مطلقات، انا بتكلم على قانون ينصفهم، قانون ينصف اللي محتاج انصاف. يا استاذه اميره، سيده عايزه تروح ابنها يشوف والده، طب مش الاب ده لازم يكون بيصرف على ابنه؟ طب لو الام دي مش عارفه تاكل ابنها، هبقى انا عايزه حق مين؟ تمام. طب لو الاب بقى بيصرف على ابنه والام متعنته مش راضيه توريه، لا في قانون ينصفه. لا كده بقول لك ايه، ان احنا عايزين الابن يعيش في حياه شبه طبيعيه، شبه طبيعيه، حياه شبه طبيعيه، ان هو بيشوف والده وعايش مع والدته الى سن الحضانه، ولما يتنقل والده يبقى الحياه طبيعيه ومفيش القدر من الغل. احنا محتاجين القانون المنصف،
لكن خلي بالك الإنسان نفسه بعد ما بيحصل الـ 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 الشقاق العراق الخلاف ده بيبقى حرب أهلية يا ريتها بين الأب والأم بين العيلتين للأسف. طيب دكتورة أنا عايز أسأل حضرتك بمناسبة كل الأحداث اللي احنا فيها عن دور المرأة المصرية في دعم القضية الفلسطينية ودور المرأة الفلسطينية في دعم قضيتها، كيف يرى المجلس المرأة الملف ده، المجلس القومي للمرأة الملف ده؟ ملف صعب جدا جدا، لأن لو أنا هزود بقى دور المرأة الفلسطينية في دعم قضيتها في غياب منظومة عدالة دولية تتفق مع حقوق الإنسان، تتفق مع المعايير الدولية المنصوص عليها، تتفق مع أي معيار للرحمة أو الإنسانية أو العدل. هذه السيدة الصامدة على مدار 75 عام، مش هنتكلم النهاردة، صحيح 75 سنة تركت بيتها على وعد بالرجوع، لم ترجع لأرضها. النهاردة الأطفال، أنا في آخر كلمة قلت الأطفال، أطفالهم بيموت، الأطفال بتموت على الهوى. السيدات والأطفال أعلى نسبة شهداء النهاردة. صحيح. مش عايزة أقول لك عدد، لأن لو الحلقة دي هتتزع بكرة العدد هيبقى أزيد، هيبقى أكتر. صحيح. فإحنا خلينا نقول إن 70% من الشهداء في قطاع غزة النهاردة أطفال وسيدات. طيب انت عارفه واللي ابنها ما بيموتش بيتقبض عليه، واللي ما بيتقبضش عليه بيتعور. يعني بص يا اميره، انا خايفه عليهم. الجيل اللي طالع شايف بيته بيتهد، امه بتستشهد تعرفها من شعرها، البنت طفله بتتصور بتترعش قدام العالم كله، العالم كله بنترجى العالم في إنسانية. فإحنا أنا يعني إحنا كمجلس قومي للمرأة لينا أكثر من دور، كما ذكرت، سواء منظومة المرأة العربية أو منظومة التعاون الإسلامي. مفيش خطاب ما بنتكلمش فيه على طلباتنا من الأمم المتحدة أن ترصد هذه الانتهاكات المعرضة لها المرأة الفلسطينية والطفل الفلسطيني في هذه الظروف، ترصدها، ده دورها. طيب. دور الأمم المتحدة رصد الانتهاكات، رصد الواقع الناس دي عايشة فيه. إيه الحكاية؟ يا ريت الحكاية تتقال حقيقية. دكتورة مايا، كل الناس اللي بتشتغل في مجال حقوق الإنسان واللي كانت أحيانا بتنظر للعالم الغربي وأمريكا باعتبارهم ماسكين العصاية للكوكب، بيعلمونا حصص حقوق الإنسان، فوجئوا لأن أطفال فلسطينيين عينيهم مش زرقاء زي بتوع أوكرانيا، إنه في معايير مزدوجة، وإنه في قبول بقتل المدنيين وقبول بالعقاب الجماعي، وكأنه ولا حقوق إنسان ولا أي حاجة. كيف تري هذا الأمر وإيه الحكاية فيه؟ أنا بشوفها انهيار للمنظومة، انهيار لهذا الملف، انهيار حتى دون معايير، لأن الحق في الحياة هو أساس حقوق الإنسان. عايزة حق في الحياة، بدنا نفكر في التعليم، في الصحة، في الأمل، في السلام. النهاردة ما بنسمعش حد بيتكلم على حقوق الإنسانية للأطفال، ولا الحق في الحياة، ولا مثلا اتعلمنا زمان عدم التهجير، التهجير القسري، التهجير القسري بالزبط. بيرفعوا قضايا على التهجير القسري. النهارده احنا بنسمع دول بتطالب بالتهجير، بيقول لك ما تاخدوهم عندكم هناك، تهجير بالعافيه. يعني فين مقررات، يعني المقرر الخاص بالحق في السكن، حق في العلاج، حق. دكتورة أول مرة هتروحي محفل من محافل حقوق الإنسان وهترجعي تسمعيهم بيقولوا نفس الكلام ده؟ للأسف يا أمين، أنا كنت هناك واللي بيحصل ده بيحصل. قلت لهم أنا كنت إيه؟ في جنيف.
قلت لهم ايه؟ قلت نصا لن اقبل ببيان لا ينصف حق المظلوم. لن اقبل ببيان لا ينصف حق المظلوم. حق المظلوم سمعوكي؟ الى حد كبير ضغطنا. ضغط حد كبير. طب مش قولوا يعني ساعتها في اللحظه دي كان القتلى 3000. النهارده كام؟ 15000. بيجي لهم جراءه يكتبوا بيانات حقوق الانسان ومش عارف مين نام على جنبه الشمال. بيجي جراءه. بيجي لهم الجراءه دي وبعدين كل ده ما بيشوفوهوش. لا بتيجي الجراءه. هي الجراءه مفردات. انت هتحطي ايه في المفردات؟ هل هتحطي بيان متوازن؟ البيان المتوازن الان اصبح انتحار سياسي. انا بسمع عايزين بيطالبوا باستقاله اعلى سيده في منظومه المنظومه الامميه الخاصه بالمراه. ليه؟ علاش صراحه مش عارفه ليه. يعني ما قالتش كلام عجبهم زي ما طلبوا ان جوتارش يمشي. هي تاني واحده يعني طلبوا السكرتير العام للامم المتحده وبعدين المديره التنفيذيه لهيئه الامم المتحده للمراه. هل هذا حق؟ هل ان هي اما تتحدث عن اعداد القتلى وحق السيدات وحق الاطفال ده اصبحت جريمه؟ اصبحت جريمه بقى. في نوع من الترهيب ان اللي هيتكلم هنعترض عليه. هنعترض عليه. دكتورة مايا، يعني أنا طبعا سعيدة جدا بكل الحوار مع حضرتك، لكن عايزة أقولك إن أنا لسه عندي ملفات كتيرة جدا ووقتي قرب يخلص. إحنا هنطلع فاصل ونرجع بسرعة نحاول نغطي بقية الأسئلة اللي عندي، لكن على وعد يمكن قدام شوية هرجع أقولك أنا ماليش دعوة، أنا عايزة حلقة تانية. تحت أمر حضرتك. نطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا مع الدكتورة مايا مرسي بعد الفاصل. ورجعنا مع حضراتكم واستكمال حوارنا مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة. دكتورة مايا، احنا نزلنا الشارع قلنا للناس تحبوا تقولوا ايه للدكتورة مايا، فانا جايبة لحضرتك رسائل واسئلة من الناس في الشارع. حضرتك تاخدي الايباد كده عشان انا مليش في التكنولوجيا قوي، تشوفي هم هيقولوا ايه ورد حضرتك عليهم ايه. زي المجلس قدر ينجح في تمكين المرأة العشر سنين اللي فاتوا انها توصل لأعلى المناصب في الدولة؟ يعني انا جاوبت على السؤال ده تقريبا، يعني هقوله سريعا، ان زي ما ذكرت ان الإرادة السياسية هي اللي بتساعد على وصول المرأة لأعلى المناصب. واعتقد المرأة المصرية النهاردة ما فيش مكان من اول مستشار رئيس الامن القومي. صحيح. رئيس للامن القومي سفيرة فايزة بنجا الى المحافظين الى القضاء الى وكيلات النيابة. يعني كلمة السر مع جدية النساء وكفائتهم الإرادة السياسية الحقيقية، هي دي كلمة السر. صحيح. نشوف يا دكتور. اقول لها ان احنا محتاجين توعية للرجالة اكتر من محتاجين توعية للستات. انا تخصصي ملف المرأة وبنزل اشتغل مع الستات على ارض الواقع، وهم دلوقتي عندهم وعي كافي جدا جدا بحقوقهم ووعي كافي بقضاياهم، لكن ما بيبقوش عارفين يحلوها نتيجة ان ازواجهم او شركائهم ما عندهمش بقى الوعي الكافي وما عندهمش فهم للمصطلحات الجندرية والعنف ضد المرأة وكده. مش لازم شركائهم او ازواجهم، برضو الرجال في محيط العمل ده برضو بيحصل انتهاكات كتير قوي نتيجة عدم وعي الرجالة، لان في ناس بتبقى عندها ادراك ان في فعل غلط، لكن في ناس ما بيبقاش عندها للاسف الادراك ده. احنا فعلا بنشتغل على برنامج اسمه اني رجل. فعلا بنشتغل فعلا مع الرجال. عايز ادخل بقى كل الكرو ده في البرنامج يا جماعه، كلكم تروحوا باني رجل. لاني رجل انا بعمل كذا، فدايما نخلي الرجل هو القدوه. لاني رجل بساعد زوجتي، لاني مدير جيد بستمع لزمايلي. وكان عملناها في اول رجل عمل تويتنج للحمله كان محمد صلاح.
محمد صلاح فعمل زخم كبير. انت بتكسري كده في انه لا الراجل ما يعملش كده، فانت بتقولي لا بالعكس. لا ده بيساعد، بيعلم بنته تلعب كوره، بيساعد زميلته في العمل، بيساعد زوجته في الحياه، اعمال عشان تقدر بيشيل ابنه عشان تقارب الابن معاه مهم. وكمان التنشئة المتوازنة والتنشئة الأسرية المتوازنة دي اللي بنحاول على قد ما نقدر كمان بتوعية مش بطرق مختلفة بالظبط. طيب فمعانا كده اهو احنا بنعمل لصديقنا. اقدر اسالها ايه دور المجلس لو في الافلام والمسلسلات اللي بتشوه دور المرأة المصرية، بيقدروا يعملوا ايه عشان يمنعوا دوت او يمنعوا تشويه صورة المرأة في الافلام والمسلسلات؟ انا ذكرت ايضا ان احنا عندنا الكود الاعلامي. صحيح. الكود الاعلامي واضح، احنا بنوزعه، ما فيش اي اجبار لاي حد ينفذ او ما ينفذ، ولكن في بعض الحملات الاعلانيه لا اتلغت، نزلت واتلغت مع حمايه المستهلك. في بعض اللقطات من بعض المسلسلات اتشالت. انا سمعت ان في نهايات اتغيرت. ها في نهايات اتغيرت علشان المجلس القومي للمرأة قال كده ما ينفعش عشان خاطر المرأة المصرية. تمام يا دكتورة، مش هاخد تصريح اكتر من كده عشان ده حق المرأة المصرية. حق المرأة المصرية. نشوف اصدقائنا. والله اقولها يا دكتورة مايا، حضرتك يعني وطبعا جميع اعضاء قومي المرأة اكيد بتبذلوا جهود واضحة وبارزة وملموسة، وفعلا انتوا يعني بتقوموا بالدور المنوط به المجلس القومي للمرأة اللي هو بيدافع عن حقوق المرأة، ويعني بيتخذ كل الإجراءات والخطوات اللي هي كفيلة بتمكين المرأة. المرأة الحقيقة في مصر لا تعاني مطلقا من تهميش، ولا ينبغي أن يكون الحديث في إطار الكلام عن حقوق المرأة يعني كلاما فئويا. المرأة واخدة حقها زي ما بقول كده بالبلدي، تالت ومتلت، وهي المرأة نفسها عارفة كده. انما على اي حال يعني احنا مش معترضين في النهاية، يعني النساء شقائق الرجال، واي حقوق سواء كانت للمرأة او للرجل او للطفل احنا مش معترضين عليها، ونتمنى طبعا ان انتوا يعني توفقوا في انجاز المهمة الوطنية المنوط بها المجلس القومي للمرأة، بحيث ان فعلا يبقى فيه انتصار حقيقي للمرأة. لكن اؤكد في هذا الصدد، مش المرأة اللي عادة في المدينة، إنما حضرتك ما تنسيش إن المرأة الريفية تعاني من تهميش شديد جدا جدا. المرأة في الصعيد مقارنة بوجه بحري تعاني من تهميش، المرأة في الريف قياسا على المدينة تعاني من تهميش، وبالتالي لابد إن يكون فيه شغل حقيقي وتحسين لصورة المرأة بصفة عامة، المرأة المصرية، بصرف النظر عن المكان اللي هي عايشة فيه، بصرف النظر عن ديانتها، عن كل الحاجات دي. نتمنى لحضرتك التوفيق وللمجلس القومي للمرأة بصفة عامة. شكرا جزيلا. خليني أعلق على السيد اللي ترك فكرة إن ممكن تبقى احتياجات المرأة في الحضر مختلفة عن الريف. في برامج كبيرة جدا، أكبر برنامج تنموي على مستوى العالم هو برنامج حياة كريمة، المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بنشتغل معاهم وموجودين في الكفور والنجوع. مش بس بتغيري شكل حياة المرأة من بيت، ولكن كمان وعي وتوعية. انت داخلة لآخر تفصيلة. كمان بنشتغل على برنامج تنمية الأسرة، أيضا مبادرة رئاسية، فبناخد الأسرة على بعضها كمان في بيتها في قريتها. فمفيش، ما بنعملش فرق بين تقديم الخدمة اللي موجود في المدن الحضرية أو في المحافظات الحضرية عن الريفية، ولكن بنقدر نوصل للسيدة زي ما قلت في عقر دارها كمان. من البرامج المهمة كمان اللي هي صحة المرأة، صحة مصر، هذا البرنامج العظيم. البرنامج ده مع وزارة الصحة بنشتغل إحنا على التوعية عليه، ولكن مع وزارة الصحة وصل لتقريبا 38 مليون سيدة أخذت توعية أو كشف مبكر عن أورام السرطان. كلنا رحنا الحقيقة. البرنامج ده يمكن مش ناس كتير بتتكلم إن البرنامج ده أثمر في خفض الحالات اللي بتوصل للمرحلة الثالثة والرابعة في سرطان الثدي بنسبة 60%. أوكي. لأن بنكتشف يعني عمل وقاية رهيبة. فده من البرامج الـ يعني المتميزة كمان
في صحة للصحة عامة ولكن كمان صحة المرأة صحة مصر، وكادت هذا كان مبادرة من السيد الرئيس. فانت لا بنقدر نوصل، ما فيش يعني ما في ما بقاش في بتقدم خدمة. خدمة بمعنى يعني اذا انت بتوصلي للسيدات في الريف والنجوع والكفور مدركة ان الخدمة مختلفة، مختلفة والاحتياج مختلف وطلبها وتقدمها لي نقدمها لها كمان بطريقة مختلفة، ولكن بنحاول على قد ما نقدر نصل لكل السيدات. زي ما ذكرت احنا عملنا فوق 7 مليون طرقة باب بالاضافة للتوعية كمان. دكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، امتى بتنسي انك رئيس المجلس القومي للمرأة؟ اول ما ادخل البيت. اول ما تدخلي البيت ما فيش حد بقى لا يتكلم ولا خلاص في لا لا تليفوني مفتوح بنتكلم. تبقى بتنسي ازاي دكتور؟ لا بنسى مع بيتي بقى، بيتي ولا يعني طيب. الحياه الاسريه خليني بقى اشكسك في المنطقه دي. خلاص انا دلوقتي ما بكلمش رئيس المجلس القومي للمرأة، بكلم الدكتوره مايا مرسي. حضرتك بتشتغلي من زمان، اشتغلت في مؤسسات دوليه كتيره، امراه عامله ناجحه وبفضل ربنا المجتمع المصري رأيه ان الستات اللي بتشتغل خايبة وما بتعرفش تطبخ. بتعرفي تطبخي؟ اه طبعا جدا. لا احلى حاجة بتطبخيها ايه؟ لا بطبخ حاجات كتير كويسة. لا مش هنيجي ندوق، مش هنورطك. بطبخ كل حاجة. الحاجة الوحيدة اللي ما بعرفش اعملها هي المحشي يعني، انما كل حاجة تانية بعرف اعملها. اذا الفكرة بتاعت انت بتعرفي تطبخي وانت بتشتغلي دي فكرة مش حقيقية. لا 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 بطبخ كويس والله. تطبخي كويس. حاجات صعبة مش سهلة كمان. طيب حاجات صعبة مش سهلة. دكتورة آخر كتاب قريتيه؟ آخر كتاب قريته كان أولاد الناس لريم باسيوني. أولاد الناس. بتحبي الأدب ولا بتحبي تقري مثلا في التاريخ في الاقتصاد؟ كل حاجة. أنا بحب أقرأ طول الوقت يعني أولاد الناس لريم باسيوني. طيب دكتورة آخر أجازة خدتيها إمتى؟ ايه ده سؤال صعب قوي كده. العيد الكبير. اني اسالني سنه كام؟ سنه اعتقد العيد الكبير. بتقضي اجازتك فين؟ هنا في مصر مع اولادي. بتسافريش بره مصر يعني؟ لا يعني لا بسافر طبعا، بروح الغردقه يعني، بحب الجونه. وتقلعي بقى خالص المجلس القومي للمراه في الاجازه؟ يعني بس بصي احنا السيده اللي بتقبل بعمل عام ايوه عليها عبء كبير. الرجل اللي بيبقى في منصب عمل عام حياته اسهل، حياته اسهل، بيسيب الولاد ويسيب مع الست وهي بتمشي المراكب. انما احنا بيبقى عندنا عبء اكبر ومسؤوليه اكبر، ولكن بننجح الحمد لله. في زوج يدعم مراته المرأة العاملة الناجحة، وفي زوج يعمل وقت نفسه مش واخد باله، وفي زوج او يبقى كان زوج وبيوقف بيحط عقبات. لا انا من زوجي من اول لحظة داعم. يمسك الخشب بقى عشان لا داعم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تتفرجي على افلام على التلفزيون على حاجات كده يعني زي البني ادمين اللي هم يعني حاجات جديده قوي؟ لا يعني عاده تتفرجي على بتروحي تتفرجي على التلفزيون؟ لا مش مش لا بتشوف نشره بشوف تتفرجيش على اخبار مش لا مش مش كل وقت. طب لو سالتك اني فيلم بتحبيه اكتر؟ في الباب المفتوح طبعا فاتن حمامه طبعا. وتاليف الاستاذه لطيفه الزيات. اريد حلا. لا وقت للحب. اريد حلا من غير ما تكمل. خلي بالك من زوزو. مفيش بحب طبعا. خلي بالك من زوزو طبعا طبعا. في حد ما بيحبش سعاد حسني؟ مش ممكن يعني. انما انا بحب فيلم اريد حلا. طب وايه رايك في الزوجه الثانيه بتاع سعاد حسني؟ طبعا ده فيلم يجنن. اصله في عبقريه كده، عبقريه رهيبه يعني. انا بحس ان فيلم اريد حلا ده فيلم من الافلام اللي غيرت حياه المراه المصريه يعني، ساب اثر في حياه المراه المصريه كتير وغير قوانين. غير قوانين طبعا. طيب بتسمعي اغاني؟ بتسمعي طبعا أغاني. طبعا في العربيه طبعا طبعا طبعا. طيب بتحبي مين يعني؟ في امال ماهر، في ام كلثوم، في فيروز، في فايزه احمد، في شيرين عبد الوهاب، في شاديه، يعني مين كده اللي تقولي اقعد اسمع كده وانبسط؟ انا بحب ام كلثوم، بحب فيروز، بحب شاديه، بحب انغام. بتدندني ساعات؟ تلاقي بقى دخلت بقى في الحاجات الوطنيه شويه لو انا طب بمناسبه الوطنيه ايه اكتر اغنيه وطنيه بتحسي انها كده بترجف قلبك؟
بحب قوي مصر هي امي، وبحب حبيبتي مصر. تحبي يا حبيبتي؟ هتعيطي؟ احنا ما سمعناش الاغنيه لسه. بحبها جدا جدا. بحبها جدا جدا. اكتر عمل فني حسيتي انه مضايقك كده وكابس على نفسك؟ لا بلاش السؤال ده. بلاش بلاش السؤال ده. بس في طبعا طبعا طبعا. مين الست القدوه لمايا مرسي لما كانت في ثانوي وداخله الجامعه او في الجامعه وهتبتدي تتخرج، وقالت الست دي قدوه بالنسبه لي؟ بصي يا اميره، انا ما فيش سيده عدت عليا في حياتي ما حسيتش ان فيها حاجه انا عايزه ابقى زيها فيها. من اللي بيتعلمني في المدرسه، من الرهبه اللي كانت معايا في المدرسه، من بعد كده كان سفيرات وسيدات عظيمات. كل سيدة ليها بصمة مختلفة، وليها تحس كده نفسك تبقي زي الحتة دي زي فلانة. فيمكن أنا خدت كومبينيشن كده، مجموع صفات كتيرة. صراحة في سيدات كتيرة أثرت فيا، يعني مش عارفة أحصر أو عشان منساش حد، بس سيدات كتير جدا 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 أثروا فيا. واضح ان فريق البرنامج مصمم على موضوع المطبخ ده، وبيردنا لسؤال ايه الاكله اللي لما بتعمليها ما حدش بيعرف يعملها زيك، يعني الناس كلها تشهد لك، ضيوفك واولادك جوزك وانت ما حدش عارف يعملها زيك؟ الفتات. ايوه الفتات. لا احنا لازم نخش منافسه لبعض، عشان انا بعمل فته فيبقى لازم نجيب لجنه تحكيم. خلاص موافقه. اتفقنا. لما بتنزلي الشارع يا دكتوره مايا، نازله تشتري حاجه، بتمعدي على بتاعه خضار، ست بيعت الجرجير، بتحسي ان جهد مجلس القومي للمراه منعكس على الناس دي؟ بتشوفيه في عينيهم؟ بتحسي بتفاؤل؟ بحس بتفاؤل كبير، وخاصه في الجيل الصغير. في الجيل الصغير بيبهرني بصراحه. لما بقى حضرتك كده جيتي تخشي الجامعه، كنت عارفه كده انك في يوم من الايام هنبقى قاعدين بندير الحوار ده وانت رئيس المجلس القومي للمرأة؟ خالص. حاولتي تجهزي نفسك؟ خالص. انا خالص خالص انا عمري ما فكرت. انا بنت دخلت من ساعه ما اتخرجت من الجامعه، دخلت الامم المتحده، فكان لو عايزه تعرفي حلمي الحقيقي كانت ابقى السكرتير او الامين العام، امين العام للامم المتحده، اول واحده سيده. كان حلم بيراود واحده في اعداديه طول الحياه، وشايفة ان العلم الازرق ده علم بيحمي حقوق الانسان، بيدافع عن السيدات، بيدافع عن الاطفال، بيعمل منظومة اممية صادقة. كنا صغيرات بريئات. فحلمي طول الوقت كان كده. لم اتخيل صراحة ان انا اجي واقعد في هذا الكرسي المشرف، يعني من سبقوني في هذا القيادات نسائية يعني نفخر بيها. ولكن اللي حركني وخلاني اترك الامم المتحده واجي اشتغل في المجلس كان الاراده السياسيه مره اخرى. كان عارف، كنت حاسه ان ممكن هنعمل حاجة. شوف احنا قلناها، حاسه ان هنعمل حاجه، حاسه ان في مصداقيه، حاسه ان في محبه لهذا الملف ونبع كده صادق. اخر سؤال واخر كلمه، اخر سؤال، كنت طفله او بنت مراهقه متمرده عايزه تكسري الدنيا، ولا كان ايه الحكايه؟ لا انا كنت عايزه اغير الدنيا. كنت عايزه تغيري الدنيا؟ عايزه اغير الدنيا. حاسه انك بتغيريها دلوقتي؟ حاسه ان انا بعمل حاجه انا حباها، حاسه ان انا عملت حاجه انا حباها، وحاجه انا مصدقه فيها، وحاجه مقتنعه بكل الفخر. انت فعلا بتشاركي في تغيير الدنيا، واحنا كلنا فخورين بده. اشكرك استاذه. اخر كلمه هتوجهيها لكل الناس اللي بتسمعنا، رساله مايا مرسي الأخيرة لجمهورنا النهارده، جمهور افتح باب قلبك. يعني هوجه كلمتي للسيدة المصرية الأصيلة القوية القادرة المتمكنة اللي حافظت على بلدها في أصعب الأوقات، اللي قدمت ولادها لحماية هذه الأرض. محدش يستهين بمقدرة وقدرة المرأة المصرية، وكملي كملي أحلام بناتك وأولادك في ايدك انت، انت المحرك الاساسي، وان شاء الله مستقبلهم هيبقى افضل وافضل، واحلامهم ملهاش سقف. متفائله جدا. دكتوره مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمراه، احنا بنشكر حضرتك جدا على وقتك،
وعلى ضيافتك وعلى هذا الحوار، وممتنين جدا باسم كل الجمهور اللي بيتابعنا انك اتحت لنا الفرصه الجميله دي لهذا الحوار والتعارف. بكرر شكري، لقائنا انتهى ونشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده وافتح باب قلبك. شكرا.